السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قالت مصادر من داخل حزب التحالف الشعبي التقدمي إن الحزب انسحب من جلسات الحوار الوطني الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط منذ أسبوعين. ووفق المصدر فإن قرار الانسحاب يعود إلى تصريحات وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين والشيخ بشأن مأموريات الرئيس، إضافة إلى مطالبة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد. قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه إن الحوار السياسي الجاري بقصر المؤتمرات يهدد مصير موريتانيا ويجعلها في خطر، وصفه بالحقيقي. وأضاف المنتدى أنه سيقاوم بقوة ما سماه الانقلاب على الدستور، داعيا إلى المشاركة في مسيرة سينظمها نهاية الشهر أكتوبر الجاري. دعا حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام المشارك في الحوار الوطني الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط إلى عدم نقاش القضايا المرتبطة بنشأة الدولة ولا علاقة لها بتوزيع السلطة أو الثروة. وطالب الحزب بعدم تغيير المادة 99 من الدستور والمتعلقة بالحوزة الترابية والصبغة الجمهورية ومبدأ التناوب السلمي على السلطة. قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أنها بنت مكناس إن الوزارة بصدد إصدار ما سمتها مواصفة وطنية في مجال مكافحة الرشوة تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأضافت بنت مكناس بمناسبة تخليد ذكرى اليوم العالمي للجودة، أضافت أن الجودة تعتبر ركيزة أساسية للتنمية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرتي على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.